كيعجبني سعد المجرد وانا من المحبين الاغاني ديالو. اليوم زين هنا باش نشوفوا سعد المجرد اللي جا اليوم على قبل الفستيفال الموازين ديالو في الكونسير، وحنا كنا هنا باش نشجعوه ونزيدوا حتى حنا معاه قدام لانه راه كيعجبونا الاغاني ديالو بزاف. اليوم جينا نشوفوا سعد المجرد، حنا فرحانين بزاف وفيف موازين. ميرسي. كنتسنى سعد دابا جيت باش نشوفه. تحيه للفنان الكبير ديالنا سعد المجرد وشرف في المغرب، تبارك الله عليه وتحيه ليه، وحنا من الفانز ديالو وجايين خصيصا باش نشوفوا الحفل ديالو اللي غتكون ان شاء الله طوب باذن الله. انا كنت عارف هذا السؤال غادي يتطرح بيان سير، فبغيت نجاوب عليه مره واحده، وكنتمنى يعني نجاوب عليه غير مره واحده ونعمم هذا الجواب هذا لجميع الصحفيين. اوكي، انا غادي نجاوب على هذا السؤال وانس. هذه القصه قديمه، وسبب هذه الشوشره هذه هي الحمد لله هو النجاح ديالي وشهرة ديالي. الحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني كبار النجوم طالتهم هذه الإشاعات كثيرة، وعلى أي حال أنا أنفي كل اتهام وجه إلي، وعندي المحامي اللي مكلف بأموري القانونية متابع لهذا الموضوع، هذا لو كان قضية كما يدعون. وحنا كنستعدوا لجولة في أمريكا وفي كندا، وكنتمنى من كل الصحفيين الكرام ان شاء الله عدم تدخل اكثر في حياتي واموري الشخصيه، وشكرا. الصحافه المغربيه هي اللي شجعتني، هي اول من شجعني، هي اول من وصلني نظرا للعمل والسفر وهذا الشيء، علاش ما بالعكس ما كنتجنبش الصحافه المغربيه وما نكرش الخير ديال الصحافه المغربيه نهائيا. بالنسبه للالبوم، قررت انه نصدر البوم بعد ما كنت كنقول فكره البوم ما بغيتش نديرها حيت فيها ضياع مجهود، وبما انه انا كنتج لراسي وباقي ما بغيتش نسني مع اي شركه انتاج، فهي اي حاجه كنديرها فهي من انتاجي المادي الخاص. فكنت كنقول انه البوم غادي يكلفني اكثر مجهود وغادي يكلفني ماديا اكثر، فقلت ندير ان سينجل هو الاول اللي غادي يخرج ان شاء الله من مورا رمضان. غادي ندير واحد ميني البوم في 2017 كيتضمن واحد 6 أو 7 ديال الاغاني، وان شاء الله غادي يكون فيه تقريبا 4 أو 5 ديال الاغاني بالدارجه المغربيه، وجوج اغاني واحد اخرين. غادي ناخذ التجربه ديال انه نغني باللهجه المصريه، ولكن كتقول انه مغربي اللي كيغني هاد الاغنيه هذه واخا هي باللهجه المصريه. يكون عندي الشرف الكبير انه نغني مع لالا سميره بن سعيد. الفكره ديال شيرين لانه تلاقينا وخرجت الفكره ديك الساعات، ماشي مساله اختارت شكون وبلاتي نفكر، خرجت هذيك الفكره ما بغيناش نضيعوا الوقت وكنا غادي نديروها، ما بقيناش غادي نديروها. بالعكس انا الاستاذه سميره بن سعيد يكون عندي الشرف، وتلاقيت بها مؤخرا ومنين تعرفت عليها حبيتها اكثر. شخصيه رائعه جدا وكتشجع الفنانين وشجعتني، وسمعتها الجديد ديالي باش ناخذ الاراء ديالها ونشوف واش هاد الاغنيه ديالي واش فعلا واش نزيد نتفائل ليها انها غادي تنجح بحال المعلم، وفعلا عطاتني الاوكي ديالها وفرحت بزاف. والمعلم ما عنده حتى علاقه نهائيا. شكرا شكرا معلم، هو سيدنا الله ينصره. شكرا شكرا.